مرحبا، كيفكن؟ أنا ماريلين على لوليا الشانل. أكتر سؤال بينطرح علي هو كيف نتخلص من حب الشباب؟ شي مرة فكرتوا أنه أنتوا ممكن تكونوا السبب حتى عم يطلع لكم حبوب على وشكن؟ إيه، وارد كتير. اليوم حأعطيكن 10 أشياء لازم توقفوا عنا كلياً لحتى تتخلصوا من حب الشباب. أولاً، التشخيص الشخصي. شو يعني؟ يعني نحنا ما فينا نكون الدكتور الخاص تبعنا، لازم دائما نستشير حدا مختص، خبير بشرة أو دكتور جلدية. يعني ما بنجي نسأل والله قرايبتنا بنت الجيران لما طلع لها حبوب شو عملت، لأنه حالة عن حالة ممكن تختلف. ما لكم غير التشخيص الطبي أو التشخيص المختص من حدا مختص بهالموضوع، هو الحل الوحيد لكم. السبب الثاني، overwashing أو underwashing. شو؟ يعني إنه في عالم كتير بتغسل بشرتها وبكترة، هذا الشيء بيضر البشرة وبينشفها. أما العالم ما بتغسل بشرتها باليوم مرتين، كمان هذا الشيء بيؤدي لتراكم البكتيريا ببشرتنا بسبب التلوث الموجود بالطقس. لازم كل يوم الصبح أول ما نفيق وقبل ما ننام غسل بشرتنا بغسول مخصص لبشرتنا. الأكل بيلعب دور كتير كبير على البشرة. إذا حابين نتخلص من حب الشباب، لازم دايماً ننتبه إنه ما نكتر من أكل السكريات، الدهون، وخاصة الديري برودكتس، يعني الألبان والأجبان. عدم الوقاية من الشمس ممكن يؤدي لترك آثار للحبوب لبعدين، لأنه إذا كان عنا حبوب على بشرتنا وتعرضنا للشمس بدون ما نكون حاطين واقي من الشمس، هدول الحبوب ممكن يصير فيهم hyperpigmentation، يعني ممكن يغمق لونهم، ولما بيكونوا عم بيروحوا يتركوا ندبات على البشرة. فلازم دايما ننتبه أنه نستخدم واقي من الشمس لما عم نطلع لبرا. استخدام الميك اب، لازم دايما ننتبه انه ابدا 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 ما ننام بالميك اب على وشنا، لانه بالليل لما مننام هي الفتره اللي بشرتنا بتعالج حالها وبتتنفس. فاذا نمنا مع وشنا في ميك اب، ما عم بيفوت اكسجين على بشرتنا، بالتالي ما نقدرانه تساعد حالها لتتحسن. وكمان لازم تنتبهوا انه الميك اب اللي تستخدموا يكون خالي من الزيوت، لانه الزيوت ممكن تسد المسامات وتمنعها من التنفس. أكثر المسببات اللاشعورية اللي ممكن نعملها نحن وبتسبب حبوب على بشرتنا هو لمس بشرتنا. مثل ما بتعرفوا during the day ممكن كثير نلمس شغلات فيها بكتيريا، ممكن نسلم على عالم، نمسك باب، نمسك باب سيارة، كذا 100 قصة. فإيدينا بيكون معبى عليهم بكتيريا وجراثيم، بلا ما ننتبه بنحط إيدنا على وشنا. هذا الشيء بيؤدي أنه يسبب حبوب على البشرة، فمشانك لازم دائما تنتبهوا أنه ما تلمسوا بشرتكم كثير، خاصة إذا ما مغسلين إيديكم. من أكثر المسببات لحب الشباب هو الحالة النفسية، لأنه بفهم المراهقات خاصة ممكن بسبب ضغط الدراسة، قلة النوم وكذا، أنه يصير عندكم ستريس، فهذا الشيء بيؤدي أنه يطلعنا حبوب. دائما حاولوا تنظموا وقتكم بشكل صحيح وتنتبهوا انه تضلوا رايقين، لانه الحاله النفسيه هي اكبر مسبب للحبوب على بشرتنا. شيء كثير مهم انه تتوقعوا النتائج بيوم واحد. ما في علاج بالدنيا اسمه سحر. لما بتنتظموا على علاج لازم دائما تصبروا، تاخذوا وقتكم شو ما كان العلاج يكون، لانه كل شيء بده وقت ليعطي نتيجة مزبوطة. عدم الانتظام على العلاج، مثل ما خبرتكم قبل انه لما في ايام عالم تتوقع انه ما تحسنت بشرتهم بيوم او يومين بيوقفوا العلاج، لا. حتى لما بتروحوا عند طبيب مختص، طبيب جلدية، الدواء اللي بيعطيكم اياه بيكون مدته شهر، يعني اذا بتقطعوا ما بتاخذوا نتيجة. فأي شيء بدكم تعملوه لحتى يعني تعالجوا فيه بشرتكم لازم تنتظموا عليه. بس تقطعوا الدواء أو العلاج صدقوني ما رح تاخذوا نتيجة، فمشان هيك لازم تنتظموا، أنتوا تكونوا مقررين أنه تنتظموا على هذا العلاج لتحصلوا على أفضل النتائج. أخيرا وليس آخرا وأهم شغلة بدي أخبركم إياها، وهي الرسالة موجهة خاصة للفتيات المراهقات، حبوب الموجودين على بشرتنا اوعى تكون سبب بقلة ثقة، اوعى تخلوا حواليكم يحسسوكم ان انتم منكم حلوين او يحسسوكم ان انتم غلط، لانه كل واحد فينا عنده مشاكل ببشرته. هدول العشر نصايح اللي قدمت لكم اياها اليوم، ان شاء الله تكونوا حفظتون ورح تطبقون. اذا استفدتوا بليز حطوا لايك، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على لوليا الشانل،
تعملوا لي أنا فولو على إنستغرام وسناب شات لحتى أعطيكم نصايح يومية كيف تنتبهوا على بشرتكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل تبعي على يوتيوب، وما تنسوا تكبسوا على زر الجرس دايما ليوصلكم آخر فيديو لإلي. بحبكم، باي.